يا بابا ايه اللي موقف حضرتك لحد دلوقتي؟ قلت لقلب محر مش قابل كده بشعر كبير ده اللي بيقعد يخطف الحاجات من الناس ويرجعها، بس المشكله ان هو مش عايز يرجع لي حاجتي لحد دلوقتي. يا نهار اسود ابو شعر اللي بيقعد يعمل كده؟ ايوه هو بتاع بيبي ده. اخد منك ايه؟ المحفظه بتاعتك انا ومش عارف راحت فين لحد دلوقتي. ما اكيد يا حبيب قلبي مش هترجع. ده زرعها يا بابا مش هو ده. قلب البحر موت في رجلي. يعني هو يسرعها وانا برضه هتضرب؟ يا عم يا دنيا هبعد وعش مع حالي ودمعت عيني يدك ملا يكون بالي وهنتسل عشرة سنين وليالي عشان ناس تانية اسوك ورتوها لي هسي واخبي واسيب كل سمعت فين الكلام ده؟ ايه بقول اللي انت بتسمعه ده؟ عايز ايه يلا بسمع ابو حليم والنبي ابو حليم هو انا مش عاوز الكلام يا بابا مين ده؟ لا يا كلب البحر انا بسمع صوت ابو حليم ذكاء اصطناعي يعني. قلت لي الذكاء الاصطناعي. قول بقى بابا قول بقى المهرجانات يا اسامه صاصه الاغاني دي عاجباك بقى وانت حضرتك بتحاول تبان. يلا من هنا ناسي يا زميلك صوتك اسمعها اسيبك بقى تسمع ابو حليم صاصه قصدي ابو حليم حافظ. النبي يا ابو حليم صاصه خد يلا يا بابا انا بقول لك ما تزعليش نفسك يا حبيبتي فيها يعني لما اجيب 50% في الثانويه العامه خير ان شاء الله هيعوض بعد كده. بصي يعني هو هتلاقي كليات كتير ممكن تقبله يعني مثلا امي بتقول الكلام ده في وانا كنت خايف اني اجيب 55% انت قدرات عايزك تضغطي عليه ولا تضايقي نفسك. ماشي يا حبيبتي ماشي مع السلامه. هي ست عملت ايه؟ لا يا حاجه انت 50% كنت راضيه بيها والحمد لله كنت مقتنع وعملت صبر الست ابنك جايب 55% ايه 55% انت كنت راضيه 50% عجباني 50% يا سبت انت العدوين فيا ده انت هيطلع هنا اهو امي بتطير. النبي الباشا بقى جاي يعمل هنا مع البهوات؟ لا حد انا جاي اتنطط يعني في ايه؟ تتنطط؟ ده هنططك بالحساب في البحر انت جراحك انت مش مكبرنا ولا ايه؟ وعايز تضربه كمان قدامنا؟ انت الدكر اللي فيهم مش شايف نفسك ها؟ لا ما انا مش هتضرب لوحدي هتضرب مني تروح فين يعني؟ مش عايز اتضرب انا ايه يا شغل انت فاضي انت فيه ده؟ اطلع يلا مش طالع وربنا ما انا طالع يا ربي ما خليش الحوار انت اللي جابك هنا اصلا يلا يا بابا. لا والله ده انا كنت جاي بس عشان اعرف كل الناس اللي من السويس ان انا هكون موجود في فلاي سيتي اللي الافتتاح بتاعها هيكون يوم الوقفه اللي في السويس اللي هتكون على الكورنيش مش اكتر يعني فيها حاج زبني في حاجه والله العظيم ما انا سايبك. يا ريتني يا حاج كنت عربيه عشان تهتم بيا نص الاهتمام ده. مالها يا حاج؟ ده ليش يا حاج؟ ان شاء الله الشهر الجاي لما اجي اوديها الصيانه هاخدك معايا. شكرا يا حاج. صباح الفل يا حاج. امال ايه فين الفطار؟ الواد راح يجيبه ولا لسه؟ ايه؟ كل ده انت ما تحيش حاج دلوقتي؟ اسد يا عكيس. صباح الفل يا بابا. تعمل ايه؟ صاحي من الساعه 6 الصبح. حضرتك عارف بقى الجيم والرياضه لازم اقطعها من يا بنت حضرتك ولا طب تمام بقى خلص الجيم بتاعك ده وانزل اعمل لكم كوبايه شاي. بابا يا بابا يا حاج انا بغرق في الدولاب.